ايه فينك يا عم الف سبروسلي؟ الف 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 مبروك يا ريس. ايه كان المحامي عملها الواد زبق. ايوه يا استاذ احنا قليلين كده بقى تقدر تترافع قدام التخين ما يقدرش يقول لك بن. لا 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 اللي طبعا ده يطلع في الازمات يعني ده مثلا يبقى كرنيه مثلا يطلع في لجنه في كمين كمين في الناس اللي هم بيجوا يقبض على الناس في البيوت كده مش اي حاجه يعني بس فيها حاجه الصوره برضك فيها صورتك وريني وشك كده اه ده الوش اللي بتجيب بالخضار ما طبعا صورتي انت قصدك ايه طيب فيها حاجه كده حاجه محترمه فيها احترام ايوه فخر ووكر كده وكر ايه يا صوره رئيس عصابه اي حيوان انت بتتريق على لا مهابه ايه مهابه ايه حاجة؟ ايه حاجة انت شايف ايه؟ ده هو ده؟ اه ده انا هو ده ده هو ده؟ ايوه يا حاجة ايه شايف في منديل بقويا هنا وانا اقرع انا عاوزك تحضر الجلسة مع ولدي المحامي بتاعه عمل حادثة وجاي الجلسة باقي عليها ربع ساعة اترافع عن ولدي وبعدين نتفق على الاتعاب خلاص ايوه بس لا 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 لازم اشوف القضية كده واعرف التفاصيل والتيتيلز بتقول ايه؟ التفاصيل والتيتلز هو هيتكلم جوه لا انسى انسى يا استاذ ما تقف كده قدام الارض وتترافع ما تخافش وما تخافش من حد وطلع الكرنيه قدام التخين انت محامي الله يعليك انت محامي انت ما عارفش انك محامي انا عارف بس هو دايما بيحب يفكرني بعد الظهر واد الطربوشه اهو طربوشه اهو على اساس ان انا راح اترافع عن محمد طه امسك امسك ولدي حيضيع مني عين عليك يا ولدي قلبي اتحرق عليك يا ولدي قولي بقى تفاصيل القضية ايه عركة عادية بين عيلتين ولدي حيروح في داهية ولدي حيروح في داهية ولدي تفاصيل ايه بقى يا حاج ولدي لا له في الدور ولا في الطحين تفاصيل ايه يا حاج ولدي لا له في الدور ولا في الطحين ولدي حيروح مني القرار اخر جلسه ابنك اسمه ايه يا حاج عبد الصمد وهدان حلقوله اسم عبد الصمد وهدان حلقوله زيرو زيرو ده الاسم بالكامل ما علينا طيب هو تهمته ايه بقى قتل ايه ده احنا ما اتفقناش على كده اتفقنا على ايه ما اتفقناش على قتل أنا ما اتفقناش على كده عاد أنت كنت في تعمل لي مفاجأة يا ابني أبوس يدك أبوس يدك ما تفضحنيش حينادم عليك نادي على اللي بعده عبد الصمد وهدان حلقوله ضد حنجرة أبو حديدة يا حاج إحنا ما اتفقناش على كده أبوس يدك عبد الصمد وهدان حلقوله طب وقتلوا إزاي؟ يا رب سكينة شاب ضربت في السكينة في حنكه؟ أيوه حاضر أهو شرم لبقه؟ يعني ايه شرم لبقه دي؟ جون حنجل حلبوله قتل حنجل حلبوله فلق حنجل؟ قتل حنجل قتل حنجل في ايه يا استاذ؟ سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس حضرات السادة المستشارين عم احمد الحاجب ان طعنة حنجل لموكلي كانت طعنة قاسية يا استاذ طعنة ناهية يا استاذ طعنة بالية يا استاذ انت مش فاهم حاجه ولا ايه امال ايه عرقبه ولا ايه يا استاذ انت مش قاري ملف القضيه ليه موكلك هو اللي طعن حنجل لا والله هو اللي طعن حنجل هو اللي غزو انك اللي غزو انت ما قلتليش الكلام ده يا حاج انت بتعملت فيه جافيه ليه سيد الرئيس ان طعنه موكلي لحنجل كانت طعنه رقيقه كانت طعنة في الهدوء طب كانت انهي طعنة فيهم؟ نعم؟ كانت انهي طعنة فيهم؟ هو طعنوا 11 طعنة لا والله 11 طعنة؟ طعنوا 11 طعنة؟ ليه يا حاج؟ هو كان واخد له اجازة ولا ايه؟ سيد الرئيس هل تسمح لي هيئة المحكمة الموقرة ان بسؤال على مقربة من المناصرة؟ تعال ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك في حاجة عايز تقولها وخايف تقولها؟ لا هو بس الحقيقة أنا مش محامي نعم يا أخويا لا مش قصدي سعادتك أنا قصدي مش المحامي بتاع المتهم اللي أنا لأن المتهم
اللي هنا المحامي هو جاي له فاوتوبيس خبطه فالمحامي اتطبق والاوتوبيس مش لاقينه. اتطبق ايه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ ابوس ايدك. شجع الشباب، شجع الشباب، المنطقه كلها عندي مستنيه شربات وهتفرق اول مرافعه ليا. شربات ايه يا استاذ؟ قول لي طلباتك. هكون عايز اسكبريسو، عايز تقيل. ايه؟ تقيل. تقيل؟ اه. خلاص يا اخويا تأجل القضيه، اتفضل. حياه المصحف والله. بقول لك اتفضل يا استاذ تؤجل القضيه. والله هتقولها يعني انت هتقولها قدام الناس دلوقتي؟ يلا يا استاذ اتفضل. شكرا لسعادتكم وكليكم والمعلم كلكم سعادتكم. تؤجل القضيه لجلسه 9/9. مبروك يا حاج، القضيه اتأجلت للساعه 9. يا لهوي، 5000 جنيه لفي، معقوله؟ بس دخل عليهم الموضوع ده ازاي؟ محامي؟ انت هتبقى محامي؟ ده انت يعني انت المدرسه؟ لا يا اخويا مالكش دعوه بيا، انا حيالله بدرس لابن ام عبوسه فتحيه واكلاهم ثانيه صدره، يعني ناس غلاب، انما انت كده بتلعب مع الحكومه يا لمي. طب واللي يقول لك النهارده بقى ان هو زلزل دار الفضاء العالي؟ يا راجل والله اقول لك على حاجه. اما اتهم في قلب القفص فضل يتنطط 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 من فرحه ويسقط لحد ما رموا له السوداني. يا شيخ انت هتمزح عليا لمبي ولا ايه؟ قول كلام غير ده. طب اقول لك على الكبيره. الكبيره بقى وانا واقف المرافعه كده وبقول كده بروح لامح بعيني كده، شفت سياده المستشار والدمعه بتفر من عينيه. يا لهوي. اه والله عيط. القاضي عيط؟ يا بنت بقول لك المستشار قاضي ايه انت؟ يو ما القاضي هو المستشار يا راجل. لا ده هو المستشار. يا لهوي. لا والله هو ده هم الاثنين واحد. ايوه. هو طالع بمنظرين ولا ايه؟ يا نهار اسود عليا. يا بنت فهمي، واضح ان انت معلوماتك في القانون ضيقه. اه. سياده القاضي هو اللي بيبقى في النص، انما المستشار بيبقى هو اللي بيقعد يعيط. ايه؟ اه امال ايه؟ يا راجل انت لخبطتني معلوماتي. اهم حاجه يعني هتمشي معانا لبي ولا ايه؟ اطمني يا بت، اطمني قوي. اقول لك على المفاجاه الكبيره بقى. اقول لك على المفاجاه الكبيره. لازم في كمان 5000 جنيه جايين زيهم. يا لهوي، لو النبي 5000 جنيه اول مصحف و 5000 جنيه بس بقى التانيين كلهم تلتينات. تلتينات عشرينات ما تفرق. طب بص بقى يا حبيبي. ايوه انا عارف، انا الدلع ده بتاع الحريم لما تشوف الفلوس وتروح تعمل اللي هي مش عايز كده. عشان خاطري. اختي مرفت وجوزها محي عازمينها على الفيلا الجديده النهارده. لحظه واحده، استنى والنبي، هات النضاره دي ما تبوظيش اللحظه السعيده. قولي بقى. انا كده مش هشوف يا ست. من جنبك هو ما فيش بيني وبينك ملم. طيب. ها اختي مرفت وجوزها محي عازمينها على الفيلا الجديده النهارده. نفسي بقى نروح بلبس عليها القيمه. بس كده؟ يعني هتشيكني؟ هتشيكك ورقصك كمان يا بنت. السكر غالي. وانحلوا بايه؟ السكر غالي. وانحلوا بايه؟ أمي بنت عروكة بالسكر غالي. وانحلوا بايه؟ السكر غالي. وانحلوا بايه؟ السكر غالي. وانحلوا بايه؟ السكر غالي. السكر شوف بقى ده. بص لما ما حبش البرتقال. حبش ايه؟ البرتقال. المرتقان. لم علينا عبيدك يا رب. روح عند الفضح ده. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. ايه يا سيدي المعلمين؟ ازيك يا استاذ؟ عايزين بقى حاجه كده يعني نفتخر بيها قدام الخيل. تحت امر حضرتك، عندك كل حاجه عندك رجالي وحريمي. وادي البروفه الرجال ايه؟ خش قيس. وادي البروفه خلي الانسة تخش تقيس جوه. خلي ليه؟ الانسة تخش تقيس جوه. على اساس ان انا واقف قدامك شفاف. ايه يا استاذ انا غلطت فين دروستم يعني؟ في ايه؟ الله 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 الله. يا عم انا كلمتك انت عايز تتخانق ليه طيب؟ الله. طب مال امك انت اللي بتدرس؟ بره 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 بره. لم علينا عبيدك يا رب. حكومة. حكومة.
وفي ايه؟ عارفة؟ الله الله الله، الناس راحت فين يا بوب؟ انا مش عارف، الناس دي كانت كرافيك ولا ايه؟ يا نهوي ايه؟ الفلوس مش خطتين، فكرت البتاع ملغم ولا حاجة. ما تخافيش يا بنت، الفلوس ان اهو في قلب الجيب، جوزك سبع خفت يكونوا السنة ويخرمني. لا يسروا منين اهو في جيب اهو، بس ولو برضك لازم نروح في الشياكة عند محي ومرفت وبينا نكمل شوبينج. انت لك نروح الموسكي كلاس اكتر. اه طبعا والله عندك حق، المرة الجاية نروح الموسكي، يلا هو ده الكلاس فعلا. لما علينا عبيدك يا رب. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. على فكرة الصفرة دي كلها جاية دليفري من دبي، والراجل جاي بالفزمة من دبي. والنبي كنت عارف انك هتعلق عليها. ما بتعديش انت يا لولو، ما بتعديش حاجة. بموت بضحكة الكابوريا اللي انت بتعملها دي. ضعيف قوي يا عم. العيال بتموت فيك. عين احسن عمو. حبيبي ربنا يخليك يا رب، ربنا يبارك. عين محي. ايه دبل العجل اللي قاعد جنبي ده يا نجلاء؟ يا حبيبي طفن 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 طفن. ايه ده؟ طفونة يا بابا، طفونة. خد عفونة مش طفونة، ده الواد هيطرشق زي الخرشوف. خلاص بقى عين. ما قلتليش بقى يا لولو، الدكتور اللي انتوا رحتوا له ده بقى خلاص قال لكم مش هتخلفوا تاني خالص، صح؟ فيش امل. لا مش هتخلف تاني. ما تخلفش ليه؟ راجل وست، ما يخلفوش ليه؟ يعني هنجيب واحد من كارفور. كنت عارف انك هتعلق عليها. ما اقولكيش بقى على فرقة الساحل الشمالي، يا نهار ابيض، الفيلا كده، الجنينه كده، البحر كده، يعني تدقلجي من السرير تنزلي على البحر غطس. يا ميدي هاتي العلبه اللي اديتها لك الظهر. يا نهار ابيض يا عالجمال، بصي الجمال، شايفه وانا بتمشى في الشانزليزيه لما كنت بباريس انا وجوزي، اول ما شفته ما استخسروش فيا، ارخص من مصر ب 29000 جنيه، تخيلي. بصي وليلي. الله الماس يا لهوي، الماس. مبروك، ألف مبروك، حاجة تقبل طبعا. والآن مع المفاجأة. ايه هننفجر ولا ايه؟ لا ولا ايه؟ أول أغنية أطفال بصوت ابني ياسر محي الدين. طب ما تكمل بيت الشارع، خليه ياسر محي الدين أبو العز المتفرع من البطل محمود عبد العزيز. والله على رايك، انا خايف انزل الشريط الناس تتوه. يلا 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 يا ياسر، سمع عمو. يعني لكم يا بغداد، يعني لكم يا بغداد، يعني ايه بقول اقول له ده. طلعوا يا محي ورجوا كده ولفوا بالبكرة. الله الله، برافو يا حبيبي، برافو يا حبيبي، ما شاء الله يا محي، ابنك مش محتاج لشيط اطفال، ابنك محتاج يغني على نفقة الدولة. حبيبي يا محي. ميرسي يا لمبي، عقبال اولادك. يوه انا ناسي يا اخي انكم ما بتخلفوش. يلا يلا نوم، يلا تصبح على خير يا محي.